ليس كل ما يلمع ذهبا، فقد يكون تمرا جزائريا أو دقلة نور تاج التمور. بلونها الذهبي وقوامها الإسفنجية رسمت خريطتها عبر العالم، حتى سميت مناطق في أمريكا باسمها وباسم الجزائر. فاكهة الجنة، طيف من اللذة، فانوس من الضياء، شكلها يغرم الأشهية له، واسمها يعني الجودة التي لا تحتاج إلى متذوق. بالمختصر المفيد، الثمر الذي تجتمع حوله جنسيات العالم دون استثناء. دقلة نور الجزائرية شقت البحار وبلغت الدول الإسكندنافية وبلغت آسيا والهند وغيرها، فكانت سفيرة نور مثل اسمها، ودقلة مثل حلاوتها، وجزائرية مثل شموخ هذا البلد الطيب بثمره الطيب. نشريو دي بلان كومبليتمون باش يعني تكون عندنا ميغ كاليتي ونتريو سلعتنا، خاطر باسكو هي بليزيور فاريتي دو دات كيما دقلة سي لا ميور، هي ميور او موند ميم. D'ailleurs, nous avons constitué pas mal de gens, ou même avec les agriculteurs, nous avons discuté pour essayer de voir un peu les choses, comment يعني يتطوروا في التمر. Nous sommes les meilleurs du monde. علمنا شحال عندنا الدقلة في النور، عندنا plusieurs dates. كاين طولكا، كاين توغوت. Il y a certaines wilayas où on les connaît, qu'on a battu l'importation, on a battu l'Allemagne, battu la France. Il y avait même des dates fourrées. كانوا زمان يبيعوا في الجاليري. واش نقول لك، لي ريشيس اللي عندنا لايباك في الصحراء فريمون سي ايمونس. هذا هو، يا با كو لي دات. تمتد الباسقات ملايين الكيلومترات عبر العالم، ومئات منها عبر الجزائر، في شاكلة واحات تسر الناظرين. ومدينة طولقة بولاية بسكرة، بوابة الصحراء الجزائرية، صارت إحدى عواصم التمور بالعالم على اختلاف أنواعها، مستحوذة على حصة الأسد من التمور الفاخرة وعالية الجودة منها. بلوزيور فاريتي، كاين هذاك القرباعي، كاين أم طبوش، كاين بنت قبالة، سي دون ديفيغ ريجيون كيما الغلداية عندها تمور تاعها، أدرار. كل واحد واش مي حنا جينيرالمون نخدموا دقلات تاع طولقا، عندها بليزيور فيتامين، عندها تاع باغ اكزومبل نقولوا ليمونيتي، المناعه. ديجا ميم الميدسان يقول لك كل تمر المناعه، ولا حاجه لانيمي، ولا باغ اكزومبل العظم كانت مليح، يعني كاع فيه الفوائد. ميم الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على التمر. يجي الشجره وحده تاع الغرس، والتمر يجي وحده، والدبس يواسوه من الغرس، يعصروه من الغرس، يخدموه من الغرس. جودة التمور الجزائرية لم تسلم من بهتان نظام المخزن الذي أطلق ذبابه الإلكترونية للتشكيك في سلامة أجود تمور العالم. التمور الجزائرية من المواد يعني الاستهلاكية الموجهة إلى الخارج والموجهة إلى الاستيراد في الآونة الأخيرة، والتوجهات الاقتصادية إلى تحويل الفائض من المنتوج الوطني في شكله النهائي إلى التصدير، ربما أزعج بعض الدول ومنها دولة من دول الجوار التي أصبحت تهاجم منتوجاتنا الجزائرية، وعلى رأسها دقلة نور، على أساس أننا نستعمل مبيدات حشرية، وعلى أن تمورنا الجزائرية بها أمراض وأمراض عدة، وهذا الشيء يعكس ما هو عليه، لأنه لو نظرنا إلى كم هذه المنتجات المحولة إلى التصدير، دولة فرنسا فقط تستورد 15,000 طن من هذه المادة، على غرار دول أخرى من روسيا، من الاتحاد الأوروبي، من أمريكا الشمالية، وحتى في مبادلاتنا التجارية الحرة بالجنوب مع دول الجنوب من مالي والنيجر وحتى دول أفريقيا الوسطى، منتوجنا الجزائري والحمد لله يعني أصبح يعني كما قلت دوسيت يعني طيب ودوسيت عالمي، حتى في دولة الإمارات التي أصبحت تطلب بالمنتوج الجزائري لما يتوافق مع شروط الجودة والنوعية. نحن في الجزائر والحمد لله ظروفنا المناخية بالكاد تمنعنا الاستعمال المبيدات الحشرية، فالحمد لله المناخ الجزائري هو مناخ خصب لكل المنتجات. التمور الجزائرية وعلى رأسها دقلة نور من بلدية طولقة موجودة منذ يعني نقول احنا آلاف وآلاف السنين، لماذا إلا في الآونة الأخيرة
لما توجهنا نحو تصدير هذه المادة، هو يعني كما نقولوا مدخل من مداخل العملة الصعبة على غرار يعني مداخل البترول والغاز، ولكن نأمل إن شاء الله أنه منتوجنا الجزائري سيحصل على عدة يعني أوسمة وعدة شهادات يعني مطابقة. دجلة نور صارت محمية من قبل منظمة التجارة العالمية، ولها بطاقة تعريف دولية باسم مسجل وعلامة فارقة، ولن تباع في الأسواق العالمية عبر فروعها بغير اسم الجزائر. حتى تمورنا الجزائرية تكتسح مجال المنافسة في الخارج، حيث حصلت يعني في الآونة الأخيرة دجلة نور تحت مسمى دجلة النور بالمؤشر الإيجي، اللي هو المؤشر الجغرافي والذي يعتبر وسم في كل المعلومات فيما يخص المنشأ الأصلي لهذه المادة، والتي يمنع تسويقها تحت أي مسمى آخر غير المسمى التي حصلت عليه وفق هذه الشهادة، شهادة الإيجي. دجلة نور لها عديد المنافع، وتخوض حربا على الداء بدل علبة الدواء. العظام تاعنا تتكون من المعادن، والتمور فيها المعادن اللي تعاون تركيبة العظام، العظام تاع الإنسان اللي تزيد في الصلابة تاعها، وتزيد في العضلة اللي تمنح لها الانرجي، تمنح لها الاتي بي اللي يتحول، الاتي بي لازم له المغنيسيوم اللي نصيبوه في التومور ويتحول لنا الاتي بي اللي تعاوننا العضلة. هذه حاجة الاولى. واللي عندهم ديابات سورتو مرض السكري ننصحوهم بالتومور، تناول التومور ما يزيدش يطلع لهم السكر تاعهم. اندور تاني المعادن اللي مفيدة للأمعاء ومفيدة للإستومة تاعنا، سيرتو في رمضان المبارك اللي بعد الفطور، اللي نقدروا نتناولوا التمور اللي تساعد الإستومة تاعنا، اللي تعاوننا في الهضم المأكولات اللي نتناولوها في الفطور. الجزائر قفزت قفزة نوعية في استخراج عسل التمور. العسل التمور هذا مفيد للصحة تاع الإنسان، وسيرتو السكر اللي يحتويه العسل، اللي ما يضرش صحة الإنسان كما السكر تاع القصب. لها من اسمها نصيب، تغنى بها الشعراء وأسالت الكثير من حبر الكتاب لخصائصها المنفردة ومذاقها الطيب. أطلقت باسمها وباسم الجزائر الولايات المتحدة الأمريكية على مناطق في إقليمها، بعدما أدركت قيمتها العالية وما أثبتته أبحاثها العلمية على منتوج جزائري أبهر ساكنة العالم.